نبدأ جولتنا على صفحات اليوميات الصادرة نهاية الأسبوع ببلدان أوروبا الغربية من بريطانيا، حيث كتبت صحيفة The Independent أنه بينما حذر بنك إنجلترا من أن الركود يهدد المملكة المتحدة، أقر وزير بريطاني بأنه يجهل مكان وجود رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي من المفترض أن يقوم يوميا بتصريف الأعمال في انتظار تعيين خليفة له. وفي فرنسا ذكرت صحيفة لوموند أنه في مواجهة الجفاف وموجة الحر غير المسبوقة التي تشهدها معظم المناطق الفرنسية، قررت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إحداث خلية وزارية للأزمة، هدفها البحث عن السبل الكفيلة بتخفيف تداعيات الجفاف الذي نجم عنه انعدام مياه الشرب في 100 من بلدات البلاد. صحيفة دي تسايت الألمانية اهتمت من جهتها بالضغوط التي لا يزال يتعرض لها المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر من أجل قطع علاقته الوثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشركات الطاقة الروسية العملاقة، لا سيما بعد تصريحه الأخير حول رغبة الكرملين في حل تفاوضي للأزمة الأوكرانية. ونقرأ على يومية لاديغنيغوغ البلجيكية أن إحصائيات حديثة أظهرت أن 175 ألف بلجيكي يمتلكون سكنا ثانويا في الخارج، من بينهم 21 ألفا يتوفرون على أكثر من سكن، مشيرة إلى أن فرنسا وإسبانيا وإيطاليا توجد على رأس الدول التي يقصدها البلجيكيون من أجل الإقامة.